أهلا بكم. وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى مدينة ميونخ الألمانية لترأس وفد المملكة المشارك في مؤتمر ميونخ 2024. ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية مع أصحاب السمو والمعالي المشاركين في المؤتمر أبرز المستجدات على الساحة الدولية ومناقشة أوجه تعزيز العمل متعدد الأطراف بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى عقد اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود من الدول الشقيقة والصديقة وأبرز الشخصيات المدعوة للمؤتمر. أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن وصول الطائرتين الإغاثيتين الرابعة والخامسة إلى مطار زوزوخ في جمهورية بولندا لمساعدة الشعب الأوكراني، وذلك بعد مغادرتهما مطار الملك خالد الدولي بالرياض، محملتان بمولدات كهربائية وأجهزة كهربائية ومواد إغاثية تصل إلى 132 طناً في إطار دور المملكة المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم. ومنذ أن نشبت الحرب الروسية الأوكرانية والمملكة تؤكد على نهجها الداعم للسلام بتقديم المساعدات الإغاثية للاجئين الأوكرانيين، دعونا نتابع بعضا منها في سياق هذا العرض. ملنا عبر الهاتف من الرياض المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي. أهلا بك دكتور سامر. الطائرتان الرابعة والخامسة إلى بولندا وبعدها إلى أوكرانيا، لكن كان هناك جسر جوي من السعودية إلى أوكرانيا دعما، ماذا تختلف هذه المساعدات عما سبق؟ الحقيقة هي استمرار للدعم والوقوف مع المحتاجين نتيجة الحرب في أوكرانيا والذي بدأت في المملكة العربية السعودية وهو المسار الإنساني، بالإضافة كما تعلمون للمسار السياسي والذي حاولت من خلال المملكة العربية السعودية أن تصل إلى وقف إطلاق النار أو محاولة تقريب وجهات النظر للوصول إلى وقف إطلاق النار وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وقوف المملكة العربية السعودية مع المحتاجين منذ بداية الأزمة هو استمرار لما بدأته المملكة العربية السعودية والذي بدأته من خلال جسر جوي، بدأ بإرسال عدد من الطائرات وكذلك دعم منظمة الصحة العالمية وكذلك المفوضية العليا للاجئين بمبلغ 10 مليون دولار، ثم تبعه التوجيه السامي الكريم بتوقيع مذكرة اتفاقية ومذكرة اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار. تفضل. هذه المساعدات طال عمرك قدمت للاجئين في أوكرانيا وإلى الدول المجاورة، وكذلك جزء منها دخل عبر الحدود البولندية للوصول إلى المحتاجين داخل من النازحين داخل أوكرانيا. هذه المساعدات الآن اللي عبارة عن 18 طائرة كذلك سوف تعبر الحدود من بولندا بإذن الله عز وجل إلى الداخل الأوكراني لمحاولة علاج أو معالجة بعض الاحتياجات العاجلة خلال فترة الشتاء والتي تعتبر ذات أهمية قصوى في هذه المرحلة. هذه الاحتياجات العاجلة كيف قيمتوها؟ يعني كان هناك طلب من أوكرانيا أم هناك فريق على الأرض؟ وكيف هي طريقة التنسيق لدخول هذه المساعدات بالنسبة لكم؟ نعم، هناك تواصل مستمر أستاذ فرح مع المنظمات العاملة، منظمات المتحدة شركائنا على الأرض. هناك تنسيق مع وزارة الخارجية السعودية وسفارة سيدي
خادم الحرمين الشريفين في بولندا، هناك تنسيق كذلك مع المسؤولين في بولندا. كل هذه هي عبارة عن مصادر طال عمرك في تحديد الاحتياج وتحديد هذا الاحتياج نوعا وكما، وكذلك كل ما يتعلق بالأمور اللوجستية من المطار الوصول ثم بعد ذلك تحميل هذه المساعدات عبر الشاحنات والخطوط التي يجب أن تسلكها بالتنسيق مع جميع الأطراف بحيث تكون هذه هذا الخط البري آمن ويعتبر خط لإمداد المساعدات الإنسانية لحماية العاملين في العمل الإنساني. إذن هناك تنسيق مستمر مع الأطراف على الأرض، هناك كذلك رفع باحتياج وهناك احتياج معلن. طبعا منظمة الأمم المتحدة خاصة مكتب تنسيق الدعم الإنساني عادة ما يعلن أو يرفع تقارير على موقعه بالنسبة للاحتياج لكل دولة وتطور المشهد الإنساني والاحتياج الإنساني. كذلك هناك تواصل مكتب تنسيق الدعم الإنساني له مكتب في مركز الملك سلمان للإغاثة والعلوم الإنسانية، يتم التواصل بشكل دوري بشأن عدد من الدول وتقسيم الاحتياج وتغير المشهد الإنساني والاحتياج، ومن على يتم التدخل. جيد والذكر كما تعلمون أن المملكة العربية السعودية من خلال الراعي الإنساني هي الآن وصلت بحمد الله عز وجل إلى 95 دولة، قدمت أكثر من 2700 مشروع بتكلفة إجمالية تجاوز 6.5 مليار دولار. نحن الآن نعمل في السودان، نحن في باكستان، نحن في أفغانستان، نحن في يعني كل دولة الحقيقة، في الصومال، كل وفي غزة، نحن في كل دولة الحقيقة يوجد فيها احتياج، سواء هذا الاحتياج كان طال عمرك طارئ نتيجة لكوارث طبيعية أو كارثة من صنع الإنسان، أو هناك كذلك تدخل مستمر يعني مبني على برامج ومبني على تحقيق أهداف لخدمة أهداف التنمية المستدامة وصناعة الاستدامة في المجتمعات التي نستهدفها. ماذا يميز المساعدات السعودية في 95 دولة حتى الآن بخلاف التركيز على الاستدامة والاستجابة العاجلة؟ طبعا سنفرح الحقيقة، أنا أظن أن مركز الملك سلمان للإغاثة والعلوم الإنسانية استطاع أن يبني منظومة عمل إنساني استفادت من التجارب السابقة، بنت تجربتها كذلك طورتها مع الوقت. أهم ما يميزها أولا أن التدخل الإنساني يبنى على الاحتياج الفعلي، وذلك من خلال تقارير الاحتياج ثم بعد ذلك تقييم هذا الاحتياج وحقيقة محاولة ما يسمى كروس انفورميشن او جمع المعلومات من عده مصادر وتقييم الاحتياج بشكل دقيق. اذا كان هناك في امكانيه لارسال فريق يرسل فريق للتقييم على الارض مباشره والالتقاء مع الشركاء العاملين. الميزه الثانيه هي الشراكات. مركز الملك سلمان لا يعمل وحده، لديه 175 شريكا حول العالم. هو لا يريد ان يصنع خط موازي للتدخل الانساني، لكن يريد ان يكون ضمن منظومه العمل، لكن يقدم شيء يصنع أثر الحقيقة ويحقق نتائج عاجلة على الأرض خلال فترة الأزمة أو الاحتياج. لذلك تجدنا نحن نستطيع أن نصل خلال ساعات بحمد الله عز وجل من خلال الشركاء شركائنا. الميزة الأخرى طال عمرك أستاذ مفرح اللي هي جودة المساعدات الإنسانية، ورأيناها في غزة بحمد الله عز وجل. المساعدات الإنسانية في غزة المملكة العربية السعودية هي رقم واحد، لأن تخضع لمعايير المملكة العربية السعودية في هيئة الغذاء والدواء والتي تعتبر معايير عالية. الأمر الآخر هو حقيقة سهولة تحريك هذه المساعدات، حيث يتم يعني تغليفها والباكجينج مما يسهل عملية اللوجيستكس، تحركها، انتقالها. كل طبلية مثلا مفروز عليها طال عمرك فيها الأنواع والكميات بشكل مفصل، كذلك فيها مصادر المنشأ لكثير من البضائع. كل هذا بحمد الله عز وجل أدى لأن يكون هذا العمل عمل متميز. الأمر الأخير هو المتابعة المستمرة لتغير المشهد الإنساني والاحتياجات بحيث نستطيع أن نكون مرنين ونستطيع بإذن الله عز وجل أن يحقق نتائج وأثر حسب تغير المشهد الإنساني والاحتياج الإنساني. أنا أشكرك دكتور سامر الجطيل المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، شكرا جزيلا لك.
وعبر سكايب ينضم إلينا من كييف الدبلوماسي الأوكراني السابق فلاديمير شوماكوف. ماذا تمثل لكم هذه المساعدات السعودية التي وصلت إلى بولندا وفي طريقها لأن تدخل إلى أوكرانيا؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي من أوكرانيا. أكيد نحن لا نشاهد بأن توجد تعامل بين أوكرانيا والسعودية، نشاهد بأن توجد المساعدة من قبل السعودية لأوكرانيا، مساعدة أيضا إنسانية، مساعدة مالية، الدعم من قبل حكومة السعودية حول تبادل الأسرى في أوكرانيا. يعني بصراحة هذا الأمر مهم جدا لأوكرانيا، وخاصة مساعدة إنسانية. هذا الأمر مهم. جدير بذكر بأن روسيا دمرت اقتصاد أوكرانيا، وأوكرانيا في حاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية. وأكيد نحن شاكرون لحكومة السعودية وللشعب السعودي. قبل قليل المتحدث باسم مركز الملك سلمان أكد أن هذه المساعدات مستمرة لأي دولة في العالم سواء أوكرانيا أو غيرها لديها احتياجات إنسانية، لكن أنتم في أوكرانيا هل تخشون من أن يتخلى العالم عن أو يعني بعض دول العالم عن دعمكم بسبب نشوء وبداية صراعات جديدة في العالم على سبيل المثال غزة؟ نعم، يدور الحديث بصراحة للأسف الشديد ليست كارثة في غزة، ولكن كمان من المتوقع بأن ستكون حتى الحروب بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، الاشتباكات أو التوتر على حدود الناتو وروسيا. يعني نحن ندخل في فترة أو في عصر حروب للأسف الشديد. نعم، كمان توجد شواغل جدية داخل أوكرانيا حول تصريحات السيد ترامب حول عدم تزويد أي مساعدة لأوكرانيا. بصراحة لأوكرانيا هذا الأمر الشنيع، توجد في جو أوكرانيا مثل أرواح الخيانة. لماذا؟ لأن أوكرانيا نعزت ترسانة نووية، أوكرانيا نعزت دبابات، أوكرانيا نعزت صواريخ بعيدة، صواريخ باليستية، وكمان طائرات استراتيجية وفقا للمذكرة بودابشت. وضمنت أمريكا، ضمنت بريطانيا ومن سخرية القدر روسيا حماية أوكرانيا وعدم استخدام سلاح نووي ضد أوكرانيا. واليوم أوكرانيا تتواصل من أمريكا تزويدها بأسلحة، بذخائر. ولكن كمان نقطة جوهرية، بسبب تصريحات السيد ترامب حول انهيار الناتو في المستقبل أو عدم الدعم للناتو من قبل أمريكا، نحن لا نشاهد توحيد الاتحاد الأوروبي حول تزويد أوكرانيا بمساعدة عسكرية وخاصة بمساعدة إنسانية واقتصادية. جدير بذكر بأن الاتحاد الأوروبي سوف تقدم لأوكرانيا 60 مليار يورو أثناء 4 سنوات. كمان اليوم نحن نسمع الأخبار من الناتو، من الدول الناتو، بأن أوكرانيا سوف تحصل تقريبا 1,000,000 المسيرات أثناء السنة. هذا جيدا جدا، ولكن بصراحة أوكرانيا في حاجة ماسة إلى الذخائر. طيب، أنت أشرت إلى تصريحات الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب، وهناك من يتخوف من أنه هو أعلن أن إذا جئت فسأنهي هذه الحرب، لكن هل تتوقع بأن يكون الإنهاء على حساب أوكرانيا وتقديم تنازلات أكبر لموسكو، وكيف ستتعاملون حينها؟ عندما يدور حديث عن سيد ترامب ينبغي إدراك بأن هو شخص راديكالي جدا. أنا أتذكر بأن إن أثناء رئاستي أوكرانيا حصلت من أمريكا جيفلين، كمان أوكرانيا حصلت مساعدة عسكرية أخرى. ودعونا نتذكر بأن إن قوات أمريكية أطلقت النار على قوات روسية في سوريا أثناء رئاسة السيد ترامب. يعني هو راديكالي جدا. الآن نحن نسمع كثير من التصريحات الشعبوية من قبل السيد ترامب، سوف نرى في أقرب الوقت. ولكن في آن واحد اليوم نحن سمعنا تصريحات بأن من الممكن أوكرانيا سوف تحصل، من سيد ترامب، بأن من الممكن أوكرانيا سوف تحصل على مساعدة هي مثل مشروع المارشال. هذا مهم لأوكرانيا، سوف نرى في أقرب الوقت. ولكن على كل حال تصريحات سيد ترامب وعدم وجود التوحيد حول داخل أمريكا حول قضية أوكرانيا
أمر مقلق لأوكرانيا. أنا لا أعتقد بأن سوف تكون تنازلات لروسيا، هذا الأمر بصراحة غير مقبول. نحن لا نشاهد توحيد الاتحاد الأوروبي حول تزويد أوكرانيا بمساعدة عسكرية. توجد شائعات بأن من الممكن فرنسا سوف تقدم لأوكرانيا طائرات من طراز ميراج، سوف نرى في أقرب الوقت، ولكن أمر مقلق بصفة عامة لأن سيد بايدن رئيس أمريكي هو رفض لأوكرانيا انضمام إلى ناتو منذ نصف سنة، وكمان سيد بايدن هو كان مترددا جدا حول تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة مدى، وهذا تردد بايدن شجع بوتين للسيناريو حرب الاستنزاف أوكرانيا، يعني حرب طويل الأمد. ولكن على كل حال في أن واحد نحن نشاهد بأن توجد استنزاف أيضا روسيا. إذا روسيا قبل استخدمت تقريبا 60,000 ذخيرة في يوم، فاليوم هي تستخدم 10,000 ذخيرة في يوم فقط، ولكن على كل حال ما زال الجيش الروسي هو قوي وأوكرانيا تحتاج إلى مساعدة من الغرب. شكرا جزيلا لك سيد فلاديمير شوماكوف الدبلوماسي الأوكراني السابق، كنت معنا من كييف. مناشدة السلام والاستقرار العالمي هي رسالة دولية للمملكة في تعاملاتها مع الأزمات والمحن، فمنذ نشوب الأزمة الأوكرانية والسعودية تقف في مساحة محايدة تدعو من خلالها إلى الهدوء وتجنب الاقتتال، وبناء على ذلك تنطلق مجهوداتها ومساعداتها حرصا منها على نشر الأمن وانتفاء مسببات الصراع. نتابع هذا التقرير. دولة محبة للسلام وتنشد الاستقرار لمحيطها والعالم تعمل من خلال قائد يحظى بالقبول الواسع عالميا من أجل إنهاء الأزمات والعودة نحو تطبيق القانون الدولي لوقف الحروب عن طريق القنوات الدبلوماسية والحوار المباشر حتى تنعم الشعوب بالاستقرار بدلا من القتال الذي ينتهي حتما بصفقة سياسية تنهي الصراعات الدموية. من بداية الحرب الروسية الأوكرانية اتخذت المملكة موقفا محايدا نحو طرفي الأزمة وعلى مسافة واحدة منهما، داعية بحكمتها السياسية إلى تخفيف حدة التوتر بين البلدين والعودة إلى طاولة المفاوضات، بل والتخفيف من آثار الحرب المشتعلة على المدنيين، إذ وصلت اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية. كان ولا يزال الموقف السعودي إزاء الأزمة الروسية الأوكرانية رافضا للانسياق وراء الاستقطاب الذي يعيشه العالم اليوم بين فريقين غربي وشرقي. فمنذ بداية الحرب اتخذت السعودية موقفا محايدا تجاه الحرب، واستطاعت الرياض عبر جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إطلاق سراح 10 أسرى حرب في أوكرانيا وروسيا من 5 دول بينهم أمريكيان. استعداد الرياض لقيادة زمام جهود الوساطة أثمر عنه استضافة المملكة لاجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة العام الماضي، وذلك استمرارا للمبادرات الإنسانية والجهود السعودية المبذولة والاتصالات التي أجراها ولي العهد مع القيادتين الروسية والأوكرانية، مع دعم جميع الجهود والمبادرات الرامية للتخفيف من آثار الحرب وتداعياتها الإنسانية.